في حريات مطلقه باي محل بالعالم بالنهايه، عرفت انه دائما ما في مثل ما في شيء اسمه لايك شيء يعني ديمقراطيه، شيء يعني حريه، بس انه لا تقارني يعني انا بامريكا بسبولة ترامب كل يوم على راس السطح ما في يعمل شيء، عرفت انه كاريكاتير نازله رايحه. يعني الصحافه هون الفرق هو فعليا انه القانون وتطبيق القانون، انه قد ايه عن جد في دوله ولا ما في دوله. هون بعده يعني بغض النظر عن كل الخبصات اللي عم بتصير وكل كل شيء عم بيصير، بعده بامريكا في شيء اسمه دستور وقانون وتطبيق قانون، في دوله، في مؤسسات دوله، فبس ما في شيء مطلق يعني اكيد. فما فيهم ما فيهم يقولوا هيدا الشيء لانه المقارنه كلها من اساسها غلط. يعني المقارنه ما بعتقد تزبط اكثر مع سوريا، لبنان وسوريا هلا بتقارنوا اكثر، بلبنان وبلاد عربيه مختلفه مثلا هون المقارنه، بس مع الغرب يعني معليش اسمحوا لنا يعني.